سماحة السيد حسن نصر الله قبل حرب تموز كانت صوره مرفوعة بكل العالم العربي، ليك وين صرنا اليوم؟ يعني عاملين جهد بالدعاية الإعلامية تلاقيوا كلمة كمين، هيدا دليل فاضح على أنه بدهم يهربوا من الانتخابات. هو أمن لي المستندات لأنه ما كان عاد قادر يحمل يلي عم بيشوفه قدامه. حكوماتنا المتعاقبة بس عم ينطلب منها انه تروح على الدول العربية وعلى الخليج العربي حتى تقدر تجيب مساعدات وحتى تقدر تستنهض الوضع المالي. بتروحي لعند حدا تعملي له حرب، تعملي مشاكل، بتتهجمي عليه وبدك تطلبي مساعدة منه؟ ما بنقدر نقرب العالم العربي لنا بهالطريقة، بانه نتدخل باموره ونضل يعني لغتنا تتخطى التخاطب الدبلوماسي وتروح باتجاه انه نتموضع مع فريق او نتموضع بمحور هو باساس الحروب وهو اللي عم بيشترخ الحروب بكل المنطقه. مش هيدا يعني الحلول، منا بسيطه باستقاله شخص او بعدم استقاله شخص. اللي كونوها عم بيحطوا العرائيل بوجهها، اللي كونوها عم بيشكلوا عائق قدام عملها. يعني بعد ما شفنا اي عمل عم بيقدم حلول فعليه لهالمشاكل المطروحه، يعني منا بالفعل حكومه الانقاذ اللي هي جايه تحت اسمه. نحن بنتمنى انه تكون حكومه انقاذ، لليوم ما خلوها ترتاح من غزوه عين الرمانه اول شيء قبل كل شيء من التهجم على القاضي بيطار وربطهم مصير الحكومه باذا بيخلوا القاضي بيطار او ما بيخلوا، بدهم يطيروا. يعني بتبقى الحكومه اذا طار انفجار المرفأ، اذا طار التحقيق بانفجار المرفأ. لا ترجع الى كل الاحداث اللي عم تتراكم وتتوالى وكانه اللي عاملين الحكومه ما بدهم يخلوها تشتغل. حكما مظلومين، يعني تيكون القضاء بلش بيلي انهجم على بيته ويلي هاجم منا شايفينه بالصورة، يعني في اعتوار كتير كبير بالمسار القضائي بهيدا الملف. يلي بنتمنى انه يرجع الملف ياخد مساره الصحيح والطبيعي حتى نقدر نحكم على الاشياء بنهايتها. فبركة الملفات كانت بسيطة بغياب السوشيال ميديا، اليوم بتشوفي كانوا محضرين خبرياتهم، يعني كان قبل ما تبلش الاشياء حضروا شغلين الجماعة، يعني عاملين جهد بالدعاية الإعلامية تلاقيوا كلمة كمين. بس سقطت بعد ساعتين ثلاثة. وشو اللي سقطها؟ سقطها انه صار في تلفزيون وين ما كان، ولو يلي شال الكاميرا على هيدا، لانه كان في 5 كاميرات بتعرفي على كل الشوارع، ثاقبت بالصدفة انه الشارع يلي فاتوا منه الكاميرا يلي موجودة عليه مش مصورة، مش بالصدفة. مشان هيك ما بقى تركب الملفات مثل ما كانت تركب قبل، ومش بهالطريقة بيقدر الإنسان يبني وطن. قفض الملف، هيدا صيف وشتاء على سقف واحد، ما بيصير وما بيودي إلا لانفجار. أنا بقدر أقولك سماحة السيد حسن نصر الله قبل حرب تموز كانت صوره مرفوعة بكل العالم العربي، ليك وين صرنا اليوم؟ بلبنان ما كان حدا يسترجي يطالب بالبند السابع بال 1701 تحت البند السابع. شوفي اليوم كيف صاروا عم بيتناولوا، شوفي البيئة السنية، البيئة الدرزية شو عملت بشوية، شوفي كل البيئات اللبنانية اللي بدها وطن فعلي ودولة قانون كيف عم بتبلش تتعاطى مع هالمسألة. مشان هيك خليني أرجع أقول لك القوة نسبية ومنا مطلقة. الله يساعد يلي بيعتبر انه بيقدر يعمل اللي بده اياه بفائض القوة. صار مبين اكثر من خطوة عند التيار الوطني الحر وكأنه بده يتفادى الانتخابات وبده يهرب منها، اساسا منا بحاجة لتحليل. اليوم صار في فراغ باكثر من مقعد نيابي، إما استقالة وإما وفاة. لو في نية ولو مرتاحين للانتخابات، أول شيء بيعملوا انتخابات فرعية. لليوم رئيس الجمهورية ما مضى، وهي مخالفة دستورية
كتير كبيرة. ما مضى لازم بعد 60 يوم على وفاة أو على شغور حيال لما قعد نيابي يتم انتخابات فرعية بهالمقعد. وبالتالي هيدا دليل فاضح على أنه بدهم يهربوا من الانتخابات. اللي صار بعد 17 تشرين دليل فاضح أكبر. نحن عرضنا على التيار الوطني الحر بأحدى المبادرات من بكركي أنه يستقيل من المجلس تنستقيل سوا ونروح على الانتخابات نيابية مبكرة. ما بدهم انتخابات نيابية مبكرة وكأنهم خايفين من شعبهم. تخيلك بس بآخر سنة مهاجر من لبنان فوق 250-300 ألف. الهودي زميلي النائب جبران باسيل، هول الناس جبران باسيل بده اياهم ينبشوا بالاغتراب عن ستة بمسلون، يعني ما بقى بده اياهم يكون عندهم اي تأثير بدوائرهم. هول يلي فلوا من هون بسبب سياساتهم وحوكمتهم للدولة وإدارتهم لمسائل ولشؤون الناس. وزارة الطاقة من 10-11 سنة اليوم في فرد شخص موجود عليها، الباقيين في منهم حرام ممكن يكونوا حتى مش عارفين على شو مضيوا ببعض المحلات. مش بس ما يكونوا عارفين شو مضيوا، في منهم ما بيعرفوا معرفة تقنية. آخر وزير ما بيعرف شو معناتها دامرج، يعني بواحد من اجتماعاته الضيقة الصغيرة عم بيحكوا هيك تكنيك بالاجتماع، بيسألهم شو معناتها هالكلمة، ما بيعرف شو معناتها إذا البواخر تأخرت بالبحر كيف تدفع بتدفع ضريبة، يعني بيندفع لها من الدولة ضريبة على كل يوم تأخير أو غرامة على كل يوم تأخير. في حدا كتير قريب من زميلي النائب جبران باسيل، كتير قريب منه، هو أمن لي المستندات لأنه ما كان عاد قادر يحمل يلي عم بيشوفه قدامه. أنا اليوم هيدا الملف راح على عند مدعي عام التمييز، يلي شفت أنه ما زادوا عليه ولا كلمة، حولوه على التفتيش المركزي. عند التفتيش المركزي تبعت وعم تابع، لازم قريبا يصير خالص من التفتيش المركزي ويرجع لمدعي عام التمييز. هونيك بقدر اطلع على الملف شو عملوا شو لقوا بالتفتيش المركزي، وبقدر من هونيك وبالرايح تابع الملف بالكامل. ما في ملفات بحجم ملفات الطاقة بتمرق لأنه بس في الوزير طاقة بده يمرقها أو الوزارة المعنية، يعني ما بيقدر التيار الوطني الحر بس يكون مورط بملفات الطاقة. ملفات الطاقة بتحتاج أقله فريقين أو ثلاثة حتى يتواطئوا سوا، حتى يقدروا يمرقوا ملفات وسدود ومسائل فيها هدر وفيها فساد بقيمة مئات ملايين الدولارات إذا ما قلت مليارات الدولارات. وبالتالي لأنه هيك ممكن كتير يضلوا يلوطع القضاء. عم بنجرب نشوف شو ممكن تكون الوسائل مع مجموعة محامين دوليين تنشوف إذا بنقدر هالملف نحمله لبرا، لأنه هيدا الملف بيندرج بإطار مكافحة الفساد على مستوى القضاء الدولي.